أهلين أستاذ نزيه. وين صرتوا هلأ؟ بعد شوي كمان رح نوصل على الكراز. إيه كتير منيح. شو قالوا جايين؟ إيه أول ما بتوصلي بعد ثلاث شوارع بتفوتي بالرابع على إيدك اليمين. خليني أفتح الباب. خلاص فهمت، أنا مسجل العنوان على ورقة هون. رح نلاقيه، مندبر راسنا اطمن. يلا عم نستناكم. حوالي شي 10 دقايق ومنكون عندكم. الله معك، ما في داعي تستعجل، سوق على مهلك، لسه في قدامنا وقت. وقف السيارة، وقف فاطمة بنتي. شوفي مصطفى لحقنا بالسيارة. مصطفى فاطمة وقفي، استني جاي معي. انت على شو ناوي؟ ماني ناوي على شيء. لكن ليش عم تلحقنا؟ سبق ونبهناك تبعد عن طريقنا، كم مرة بدنا نعيد لك اياها؟ ماني ناوي اذيكي ابدا، بدي اتاكد اذا كنت منيحة ولا لا. بس انا ما بدي اياك تحوم حوالي. ما حلك تحل عنا وتتركنا بقى. شو قصتك ولا؟ لا وقف، ما في شيء، اطمن. يلا اطلع، نحن هلا بنلحق. صدقيني انا ماني حابب ضايقكم، صدقيني، انا قلت لك خفت عليكي، حبيت اطمن وبس. ليك ما في شي بيناتنا لحتى تطمن علي، ولا لأنك شهدت لصالحي فكرتني رح سامحك. لا تستنى مني إني أشكرك، أنت عملت واجبك وهي هي القصة. أنا قطعت علاقتي ببيت رشدان، يعني صرت واحد من أعدائهم. وناطر إنه نسقف له؟ أنتوا هلأ لحالكم، وبيت رشدان أكيد ناطرين اللحظة المناسبة مشان ينتقموا منكم. معناته روح وحاول تمنعهم أحسن ما لك عم تلحقنا. أنا لهالسبب جيت وراكم مشان راقبكم. روح خليك عم تراقبهم، هن مو تراقبنا نحن. ما بدنا، مانك مضطر تحرسنا. أنا ما بدي منك أي شيء، وصلت لحين مرحلة لحالي وفيني كمل لحالي كمان. لا تخاف. إيه تركنا، نحن مانا بحاجتك. يلا روح. بقلك ياها لآخر مرة، بترجاك لا تلحقني. تمام، تركني بحالي بقى. طيب أصلاً أنا مبسوط لأنكم انتقلتوا لبيت المحامي. على ليلة هنيك بتطمن عليكم. وانت شو عرفك بهالشي؟ شو نسيتوا انه قلت لكم اني عم راقبكم طول الوقت؟ شوف، اذا ضليت عم تتصرف هيك رح اضطر اشتكي عليك للشرطه. مصطفى قلت لك مو قصدي ضايقكم ولا بدي اذيكم، وراح بطل ازعجكم. اذا حسيتوا حالكم واعين بمشكله، مثل ما بيقول المثل الغريب، اتعلق بقشه. انا مستعد ضحي بحياتي كرمالك فاطمه. ما بدي منك ولا شيء مصطفى، وما رح اطلب. يلا امشي حبيبتي. خليه هو يمشي بالاول. يلا اطلع. فاطمه ان شاء الله ما تكوني ندمتي لانك وثقتي بكريم. اذا ثبتت التهمه عليه ما رح تلاقي حدا يحميكي من هون وطالع. مصطفى روح من هون، عم بستنى اتصالك. يلا انقلع، قلي الحياه. يلا يا عديم النخوه، فكرك رح نسامحك لانه قلت كم كلمه بالمحكمه؟ يلي مثلك مالن امان. نحن ما بدنا شي من واحد مثلك. يلا انقلع. والله كريم معه حق لما كان يعصب منه. ليكن وصلوا. اجت عمتي، اجت. عمتي حبيبي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فوتي برجلك اليمين. بسم الله. وانا كمان. ايه ايه. متأكد بدك ياما نسكن معك؟ ايه حبيبتي، وكثير مبسوط بجيتكن. ان شاء الله تضل مبسوط على طول. عمتو
هالبيت إلكن وهداك إلنا. حلو كتير. صار عندي أوضة لحالي، بس رح ضل نام معك بأوضتك. طيب أنا رح أخذ الشنات وفوتهم لجوا. على مهلكم، ديروا بالكم على شتلات الورد لو سمحتوا. أعطيني إياها. بس ينزلوا العفشة من السيارة، أنا رح أروح إذا ما بدكم مني شيء. ماشي، فيك تروح. يسلموا. شكرا لكم. العفو. تفضلوا فوتوا. فضت لكم الطابق الفوقاني كله، فيكن تقعدوا فيه. عذبناك معنا استاذ نسيم. ولو، وين رح لاقي مستاجرين احسن منكن؟ فاطمة عيوني، بدي اشكرك لانك ما تركتينا لحالنا ورحتي. لا تشكريني، لالي شكري لنزير بيك، هو اللي دبر لنا البيت. يلا فوتوا لحتى تتفرجوا على البيت، تفضلوا. هون أوضة القعدة مثل ما انكم شايفين، وهي أوضة السفرة. كتير حلو. وليكو هنيك مكتبي بالصدر، وهذا هون المطبخ بس ما عم بستخدمه. خلونا نطلع لفوق، رح تسكنوا هون. زتيت كل الأغراض اللي ما إلها لازمة. لبكناك كتير. ما لا لبكي ولا شي يا ست مريم، بالعكس البيت نظف عن أول وصار أوسع بكتير. كمان دهنا للبيت، بشو بدنا نكافي؟ أي لا، مو على أساس كنت رح تتركها علينا نحنا؟ أيو شو ساوي، مليت من القعدة بالبيت، قلت لحالي خليني اتسلى شوي. الله يخلينا ياك. طيب كنت خلينا نجي وندهنوا سوا. لسه في قدامنا شغل. تعي فاطمة. ليكي هاي الأوضة اللي حكيت لك عنها. ليكي هون في مكان للشتلات، يعني انت فيكي تزرعي اعشابك هون كمان. كتير حلو. والله انا كتير خجلاني منك نزير بيك، ما بعرف كيف بدي كافيك. بتشكرك كتير. مراد تعا ابني. لا انا ما بدي اسمع اي كلمه شكر من حدا منكن، اتفقنا؟ انا مبسوط فيكن كتير. تعرفي شو اكتر شي عجبني بوجودكن؟ هالبيت رح يرجع مثل ما كان لما كنت صغير. وكريم كمان مأمنك على فاطمه، رح يكون مطمن عليها عندك. طبعا. انا رايح شوف شو صار بالعفش تبعنا برا. تعالي ميسر. حاسه بشوية وجع انا بركبتي، ما بعرف من شو. بالله؟ ها؟ روحي ارتاحي وتركي كل شيء علي. يلا روحي نامي. تفضلي شوفي هالأوضة. ايه بشوفها.